واحدة من الناس يلي نقال عليها كلام كتير كتير ومتناقض، قالوا عني كتير طيبة وقالوا عني كتير لئيمة وكتير متواضعة وكتير شايفة حالي وكتير محبة وخوانة وبغدر ووفية، يعني أشياء كتير متناقضة. دائماً نفتش على حالي بين الناس لشوف يعني أنا فعلاً هيك بالعموم، عندي صفتين أو ثلاث صفات من هدول ماشي فيهم بحياتي، ولا أنا مجموعة هاي الأشياء مع أشخاص. اكتشفت بهاي التجربة أني تقريباً أنا محبة كتير مع ناس معينة، ومع ناس حاولت وما قدرت، ومع ناس بيهتموا ما برد، وناس كتير بيهتم فيهم. يعني يمكن أنا مجموعة أشياء، إلا أشياء منها يعني قالت ظلم عني أو من وجهة نظري إنها كانت ظلم. بس بالحقيقة إنه نحن دائماً منفتش على حالنا بالناس، ومنفتش على مواصفات الناس كمان، منحاول إنه نخليهم يشوفوا حالهم معانا، يشوفوا نفسهم، وخصوصاً الموهوبين هن كتير بحاجة لوقفة مع ذاتهم، يمكن ما بيعرفوا يعملوها إلا وقت بيجتمعوا سوا، بيقدروا يشوفوا هيك بعض من صفاتهم، بيقدروا يحكوا معانا وكأنهم عم يحكوا مع حالهم. بتفتش على حالك دائما، بتشوف حقيقتك من خلال الآخرين، بتشوف حالك أوضح معاهم. والحقيقة إنه نحنا ما بنعرف شو الحقيقة بالتأكيد، احتمال نكون نحنا خليط من هاي الأشياء كلها، وفينا من وجهة نظرنا ميزات أكثر من مساوئ، بينما ممكن نكون بالنسبة للآخرين عكس هيك. والحقيقة وين أنت أي منهم؟ يعني احتمال ما تعرف. أهلين، أهلا وسهلا. هاي مرمور، أهلا وسهلا. حليان حليان وكبران. هاي يا روحي، يا أهلين وسهلا. اشتقت لك، شو أخبارك؟ جوزت، شكلك بيشبه العريس. يمكن لأنه ما تجوز بعد شوي. هدول أصدقائنا الحلوين. هاي شباب، كيفكم؟ تمام، عم يستنوك يعني بفارغ الصبر. يا أهلا وسهلا. يا هلا، تفضلي. شو أخبارك مرمور؟ أنا تمام، كويس الحمد لله. كله تمام. حلو كتير لبسك، عرفت إنك أنت قلت بعرف السنة. إنك مرتب دائما، فقلت لحالي مناسب إني ألبس لك هيك شيء مرتب، فطلعت يعني أرتب الشيء عندي. أنت شو ما لبسي بجنني. وفعلا توقعاتي، أهلا وسهلا. أنت حافظتين إنه إجمالا أنا هذا الجو اللي برتاح. ما بعرف ليه برتاح بالبدلة وال. باين أنت تبع بدلة. يعني هيك. وشك وش بدلة؟ شو يعني؟ يعني أنت هيك شكلك كتير ديسنت، ما ممكن شوفك بشي مقطع من التاف. بنطلون كول هدول نازل مثلاً، بنطلون هذا اللي بينزل. لا مش شكلي، مش شكلي عن جد. مع أنه اللي بيعرفوني شوي عن قريب ممكن يشوفوا في مروان تاني هيك مختلف شوي، بس الصورة الأهم بفضل توصل للناس اللي تشبه موسيقتي. أي صح كلامك. لأنه مثلك كمان أنت شبه موسيقتك. يعني وشك وتعبيرك وهيك. ما تجوزت ليه؟ ما بعرف، بتصدق اليوم يسألوني هالسؤال هيدا؟ يعني إنه شو الفكرة؟ شو الفكرة؟ هو بعد ما في فكرة إني أتجوز، بعد ما حسيت حالي جاهز. هي مانا مسألة عمر أكتر ما هو شغلي نفسية. يا بيكون الواحد جاهز لألا أو لا. ما حبيت؟ حبيت كتير أنا. يمكن لأنه حبيت أكتر من مرة. طب اللي حبيته ما فكرت تتجوزهم؟ ما وصلت لمطرح إنه فكر بالزواج. انت معهم بس هن كان بدهم طبعا. مش طبعا، ليش؟ اكيد كل بنت بتكون بتحب واحد مثلك بدها تتجوزه. تسلمي لي. لا جد، ما صارت الامور بشكل انه انا وياها بذات الوقت نفكر بهالموضوع. دائما في شيء ناقص، بعتقد انا صعب بهالموضوع. هيك بحس. شو اللي لك؟ عاده المسيو والفنانين عندهم هالمشكله عموما.
انت كثير دقيق بامور حياتك. اصلا مش قصه يعني انا هيك، انا كثير دقيقه. اي اي مش قصه اكثر انه انا متطلب بهالموضوع او بدي انساني كامله ولا باي شكل، لانه لا انا ماني كامل، في فيني 100 شغله ناقصه. القصه انه فكره يعني الالتزام واقامه عائله، هالامور هيدي اللي بترتب عليها مسؤوليات كبيره، بحس بعدني ماني جاهز. فيني رجال مسؤول عن كل اعماله، بيشتغل بكل مسؤوليه، وبعد فيني جزء هيك ولد بعده بحاجه هو للرعايه. يعني بعدين لهلا عائلتي، اهلي، امي بعدهم بيهتموا فيه لدرجه انه حاسس بعدني ببيت بمكان دافئ. برجع بقول لك انا اكيد انه بيجي وقت بحس انه انا جاهز لهالموضوع، باستثناء قصه العمر. مع انه مثل ما قلت لك بيني وبين حالي علاقة. يعني ما في شيء له علاقه بالعمر، انا بحس انه هي الاشياء لا. ولا الجواز ولا الاولاد، طالما قادر يعني ولا شيء، طالما قادر انك تبدا. يعني انا من الناس اللي بفكر انه يمكن اصحابي اللي بعمري بطلوا، يعني صار عندهم ولد او ولدين، ما عاد بدهم يجيبوا اولاد، بيقولوا انه خلص يلي جبناهم على بكير، يعني انه كانه هذا المقياس انه هيك لازم نجيب الاولاد. انا بحس لا، امتى ما قادر انك تبدا قررت انه بده يكون عندي كمان اولاد جداد، وحسيت اني قادره يعني ارجع ارعاهم من اول وجديد وعيش معاهم كل المراحل اللي ما عشتها حتى مع اولادي، يعني شام ولودي. فيعني ما في شيء مأخرين عليه طالما قادرين. جاهز لا يقدم عاطفي وحب بأي وقت. صحيح، وهي قدرة كمان. يعني هي قدرة، يعني في ناس فعلا غير قادرين أنهم يحبوا أكثر من أولادهم، فبتلاقي حتى الأولاد اللي بعيلتهم ما قادرين يعطوهم، لأنه هي قدرة. وكم بحس أنه عند البني آدم يعني أنا بحس أنه قادرة أحب أولادي وأولاد جيراني كتير كتير، وفكر فيهم وأنا بأمريكا، أولاد أخواتي وأولاد قرايبيننا. فهي قديش انت قادر تعطي وقديش قادر. ويمكن انت كمان حلمك كبير بالجواز، انا جاي على بالي صغر لك هالحلم شوي. انت بتفكر انه يعني بتفكر انه الدنيا كلها لازم تكون ظابطه من البدايه لما بدك تتجوز؟ ايه بتصوروا هالقد مكتمل الزواج لازم يكون في اخطاء نهائيا؟ لا، وهو ما بيصير الا في اخطاء. لا يمكن طبعا. وفي امور بدك تعودي فيها على الاخر وهو بده يتعود عليكي كمان. بحب كل شغله بعملها انه اعملها بيرفكشن على الاخر. هيدي بس الا هي مشكله. لا الا هي مشروع، حتى لو شفت يعني وحده مثلا باخلاق الملائكه، ما هي لازم تتطبع بطبعك مع الوقت تاخذ يعني. فيعني لازم يعني لازم قصدي بس بهذا المشروع تخف من تدقيقاتك. انا حاسس هالليله حتى العيني مقتنع انه لا بدي جوزك. طلعك بتقلي دوري لي على عروس. طب تعال غني لها للي بدك تتجوزها هلا الجديده شي غنيه. شو بدك انا يعني للي ببالك شو بدنا شو بتفكر؟ من الاغاني هيك اللي بتضل اغاني عاطفيه و... انت كل اغانيك عاطفيه، المشكله زياده. تسلمي.
عينيك من دفا ايديك تبتر هودي العصاي مش حكي يا روحي هو بك العصاي هو لك كل العصاي من حلا عينيك من دفا ايديك تبتر هودي العصاي مش حكي يا روحي هو بك العصاي هو لك كل هودي الاغاني غرام سنين هودي دموع ونغم وحنين هودي ايامي معاك قلبي اللي بيوجعك انا لولا الهوى انا مين هودي الاغاني غرام سنين هودي دموع ونغم وحنين هودي ايامي معاك قلبي اللي بيوجعك انا لولا الهوى انا مين من حلا عينيك من دفا ايديك تبتر هودي العصاي مش حكي يا روحي هو بك العصاي هو لك الله.